أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الطلبة الأحباب المسجلين في مساق طرق البحث العلمي، نستكمل معكم محاضرات المساق، وفي هذه المحاضرة سنتحدث عن أنواع تصاميم الدراسات Types of Study Designs. سنعرف ما هي تصاميم الدراسات، وما هي أشهر تصاميم الدراسات، وما هي استخدام تصاميم الدراسات، كذلك ما هو ترتيب تصاميم الدراسات من الأقل قوة إلى الأعلى قوة. ستلاحظون حضراتكم هذا الهرم يمثل أشهر تصاميم الدراسات أو أشهر Scientific Study Designs. وسنلاحظ في قاع الهرم يوجد لدينا Case Report Studies، تمام، والOpinions Papers and Letters. وفي أعلى وقمة الهرم نجد أن الميتا أناليسيز أند سيستميك ريفيوز، وهي التي تمثل أقوى الدراسات من حيث التصميم. وبين القاع والقمة نجد من الأقل إلى الأعلى من حيث القوة، نجد مجموعة من الدراسات هي Animals Trials In Vitro Studies، ثم يليها من حيث القوة Cross Sectional Studies، ثم يليها من حيث القوة Case Control Studies، ثم يليها Cohort Studies، ثم Randomized Control Trials، وهي الأعلى من حيث القوة، ونصل أخيرا إلى Meta Analysis والSystemic Review. رب سائل يسأل، لماذا قمت بعرض التصاميم بشكل عام في بداية المحاضرة قبل أن نتطرق لكل واحدة على حدة؟ الإجابة طبعا أنه حبيت أعطيكم لمحة عامة عن أشهر التصاميم الدراسات الموجودة من حيث القوة. والآن سنتطرق للحديث عن كل واحدة منهم على حدة، من حيث التعريف، ومن حيث الكاركترستيكس، ومن حيث اليوزز الاستخدام، ومن حيث طريقة اللي هو إنشائها أو طريقة المرور فيها. لكن أولا لنستذكر سويا ما تطرقنا له وشرحناه خلال المحاضرات السابقة. تحدثنا عن صفحة العنوان ومكوناتها ومحتوياتها، وتحدثنا عن فهرس المحتويات، وتحدثنا عن السكشن الأول في البروبوزل، تمام، وهو الانترودكشن والباك جراوند بمكوناته، بروبلم ستيتمنت، اوبجكتيفز، جاستيفيكيشن، سيجنيفيكانس، هايبوثيسيس. ومن ثم تطرقنا للحديث عن الليتريتشر ريفيو. واليوم طبعا الليتريتشر ريفيو كانت هي السكشن الثاني من مكونات البروبوزل. سنتحدث اليوم عن السكشن الثالث من محتويات مقترح الدراسة أو البروبوزل، اللي هو ميثودولوجي. ميثودولوجي يعني آلية العمل أو طريقة العمل، والتي تشمل الماتيريالز أند ميثودز، الطرق والأدوات. أول جزئية نتحدث عنها في السكشن الثاني في مكونات البروبوزل الذي هو الميثودولوجي، سنتحدث عن الستادي ديزاينز، انواع الستادي ديزاينز. طيب، ديفينيشن اوف ستادي ديزاين. رب سائل يسال، ما المقصود بمفهوم تصاميم الدراسات او تصميم الدراسه؟ It is the process that guides researcher on how to collect, analyze and interpret observations. تصاميم الدراسة هو، تمام، الخطة التي توجه الباحث أو الباحثين حول كيفية جمع الملاحظات والبيانات وتحليلها وتفسيرها بطريقة، طبعا التحليل والتفسير حيتم بإيش؟ بطريقة تمكن الباحثين من الإجابة عن أسئلة البحث. إيش أسئلة البحث؟ اللي هي بتكون المشكلة البحثية بتاعتنا. أو it is a logical model that guides the investigator in the various stages of research. أو نموذج منطقي يوجه الباحث في مراحل البحث المختلفة. ونصح التعبير إحنا بنسميها خارطة الطريق. خارطة الطريق اللي رايح على مكان بعرفوش بمشي ضمن خارطة عشان يصل للمكان اللي هو الهدف بتاعه. فخارطة الطريق تبعتنا في الدراسات اللي هي الستادي ديزاينز. طيب، الستاديز ديزاين كود بي يعني الدراسات من حيث التصميم، أو تنقسم الدراسات من حيث التصميم إلى ثلاثة أنواع رئيسية.
النوع الأول exploratory studies، الدراسات الاستكشافية. وكلمة استكشافية يعني نحن نعرف شيء عن موضوع البحث، فأنا بدي أستكشف. النوع الثاني أيضا حنتكلم عنه اسمه descriptive studies، الدراسات إيش الوصفية. تمام. النوع الثالث اسمه الاناليتيكال ستاديز، الدراسات التحليليه. تمام. طبعا الديسكريبتيف ستاديز هناك انواع تندرج تحتيها، والاناليتيكال ستاديز ايضا هناك انواع تندرج تحتيها. في هذه المحاضره ان شاء الله سنتحدث عن الدراسات الاكسبلوراتوري، الدراسات الاستكشافيه. تمام. وسنتحدث عن الدراسات الوصفية بأنواعها، الدراسات الاستكشافية والدراسات الوصفية بأنواعها. تمام؟ تمام. طيب Exploratory Studies، Exploratory Studies الدراسات الاستكشافية. ما هي الدراسات الاستكشافية؟ It's a small-scale study of relative short duration which is carried out when little is known about a situation or a problem. طيب، هي دراسات صغيرة الحجم. تمام؟ قصيرة المدة الزمنية، يعني بكون البوبوليشن والمجتمع المستهدف مجتمع كبير العدد، ومدتها الزمنية بتكون قصيرة. يتم إجراءها، متى يتم إجراءها؟ متى يتم إجراءها؟ متى يتم إجراءها؟ عندما لا يعرف الكثير عن موقف أو مشكلة بحثية ما، يعني لما يكون عندنا نقص معلومات حول موقف معين أو مشكلة بحثية معينة أو ظاهرة معينة أو موضوع معين. وطبعا ممكن تشمل description وصف ومقارنة comparison. example، إيش المثال تبعي؟ قالت العرب قديما، وفي المثال يتضح المقال. عندي مثال example the National Cancer Control Program. اليوم الحكومة بدها تعمل برنامج لمكافحة السرطان. تمام. حروب كثيرة حصلت على غزة من الكيان الصهيوني. تمام. والمناطق الحدودية اللي في غزة تعرضت للفوسفور ولكثير من الغازات، هذه من مسببات السرطان. لوحظ في قطاع غزة زيادة أعداد الناس أو الأشخاص المصابين بالكانسر. الحكومة حكومة غزة عندها فقر معلوماتي كبير حول الموضوع. تمام. فالحكومة عاوزة تعمل قاعدة بيانات استشارية خدماتية لمرضى السرطان هدول، لكن هناك فقر معلوماتي كبير حول الاحتياجات الخاصة للناس هدول، الفئة المستهدفة والعوامل المؤثرة والمتأثرة في المرض وذات العلاقة. لما الحكومة هتعمل قاعدة البيانات هذه، هتعرف إيش هتقدمه للمرضى هدول من خدمات، إيش الخدمات اللي عاوزينها، ايش الامور او العلاجات التي تنقص المستشفيات اللي لازم يوفروها، ايش اللوجستيات اللي لازم يجدوها. مثلا دعم نفسي، بدون دعم نفسي مرضى السرطان، بدون دعم اجتماعي مرضى السرطان حيقعد عن الشغل، حيصير عاطل العمل، بالتالي بده دعم اجتماعي، بده راتب، دعم مادي. تمام. دعم اسري، الاسره كيف تتعاون معه وتتفهمه وتحافظ عليه. طيب الظاهرة حكيت لكم إياها هذا، أو الموقف اللي حكيت لكم إياها، أو المشكلة اللي حكيت لكم إياها، هذه الحل معها دراسة إكسبلوراتوري، دراسة استكشافية. إيش الدراسة الاستكشافية اللي نعملها؟ بسيطة. الآن الأشخاص ذوي العلاقة في مرضى السرطان هذول، أو مين الناس ممكن يفيدوني حول احتياجات مرضى السرطان هذول، أكيد 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 الأطباء الاستشاريين، أكيد الباحثين، والفئة الأهم المرضى نفسهم. فبالتالي لو تم تجهيز استبانة، تمام، وعقد مقابلات عميقة in-depth مع جميع مرضى السرطان، جميع الأصناف طبعا، ميل في ميل، سنجل مريض، إيش ما يكون أنواعهم. تمام. وتم عقد أيضا لقاءات مع الخبراء الاستشاريين الأطباء، وتم عقد لقاءات مع باحثين، وتم الاطلاع على تجارب المجتمعات الأخرى. بالتالي احنا هنتمكن من استكشاف الجوانب والاحتياجات الخاصة لهذه الفئة من المرضى. فأصبح الديزاين اللي أنا سويته والأمور اللي أنا عملتها تندرج تحت مسمى الدراسات الاستكشافية. There is no information،
ليتل انفورميشن، فبالتالي انا بدي اعزز الانفورميشن هذه من خلال دراسه استكشافيه. تمام يا احباب؟ تمام تمام. طيب النوع الثاني اسمه الديسكريبتيف ستاديز، الدراسات تمام الوصفيه، الدراسات الوصفيه. كمان مره حذكركم، الدراسات الاستكشافيه تعتبر عاده دراسه مبدئيه توضح وتظهر النقص في المعلومات حول المشكله البحثيه والعوامل المؤثره والمتاثره بها. بالتالي دائما الدراسه الاستكشافيه تحضر وتجهز للدراسه الوصفيه. بدي اوضح الان كيف الدراسه الاستكشافيه اللي هي الدراسه الاكسبلوراتوري ستاديز كيف بتجهز لي المعلومات للدراسه الوصفيه. الان حنضرب لكم مثال. نرجع للديسكريبتيف ستاديز اللي هي النوع الثاني من الدراسات او الدراسات الوصفيه، طبعا النوع الثاني من التصاميم. ما تعريفها؟ ستاديز ذات describe the pattern of disease occurrence and other health related condition by person variables and variables place and time. هي دراسات تصنف انماط حدوث المرض او المشكله الصحيه، يعني المشكله البحثيه اللي انا ببحث عنها، تصنف انماط حدوث المرض او المشكله الصحيه البحثيه تبعا لمتغيرات. مين هي المتغيرات؟ المتغيرات الشخصية تمام، والمكان البليس والزمان. ايش متغيرات شخصية؟ البيرسونال كاركترستكس زي الايج، السكس، المارايتال ستيتس، ايديوكيشن ليفل مستوى التعليم. طب ايش متغيرات المكان؟ زي مثلا منطقة معينة، غزة، فلسطين، اربن، رورال، منطقة حضرية، منطقة ريفية، الوقت، ييرز ضمن سنة معينة، ضمن مانث معين، سيزونال باترنز في الصيف، في الشتاء، ضمن ايش؟ فصول السنة مثلا. طيب الآن في ملاحظة حابب أوضحها بخصوص الدراسات الوصفية. عادة الدراسات الوصفية بطبيعتها بتتلائم بدرجة كبيرة لمواجهة المشاكل والتحديات بشكل أوسع وبشكل ايش؟ أكبر. عشان هيك دائما وأبدا الدراسات الوصفية تستخدم غالبا كإجراء بحثي، خلينا نقول أولي، من أجل فتح مجالات جديدة، أفاق جديدة للدراسات البحثية التي يعني ينقصها القدر الكافي من المعلومات والمعارف. بالتالي لا تتلائم مع التجريب، مع أنه أنا أعمل ديزاين تجريبي داخل المختبر. عشان هيك الكثير من الباحثين بيستخدموا البحث الوصفي لأجل وضع واختيار فرضيات. الفرضيات اللي بضعوها في البحث الوصفي بعدك بيختبروها تحت ظروف التحكم التجريبي، يعني في الاكسبيرمنتال ديزاين. الاكسبيرمنتال ديزاين حنتكلم عليه ان شاء الله، هي دراسات اقوى وارقى من الدراسات الديسكريبتيف ستاديز، حنتحدث عنها ان شاء الله في المحاضره القادمه. طب انا لو رجعت لمثالي اللي تكلمت فيه عن قاعده البيانات اللي بدها تعملها الحكومه حول احتياجات مرضى السرطان، حكينا انه عملت انا مقابلات، عرفت الاحتياجات تبعت مرضى السرطان مع المرضى انفسهم. لو وجدت والله المرضى انفسهم ايش احتياجاتهم، وجدت برضو الاستشاريين حددوا ايش احتياجات المرضى هذول، وجدت تصنيفهم كمان، اماكن توزيعهم، ما الى ذلك. طيب لو بدي انتقل انا من الدراسه الاوبزرفيشنال، بدي اتعمق اكثر وانظر نظره اوسع، بدي انتقل على الدراسه الديسكريبتيف. جينا الاحتياجات هذه والمتغيرات المؤثره والمتاثره فيها، بدي اعمل شويه عرض لها. تمام، وجدت ان 90% من العينات كانوا اللي عندهم مرض سرطان كانوا مثلا في مناطق تعرضوا للغاز والفوسفور. وجدت انه مثلا 60% منهم اناث و 40% ذكور. تمام، وجدت انه والله 60% من الاناث ابنائهم او بناتهم اصيبوا في نفس المرض. لاحظوا النسب المئويه اللي بعرضها انا هذه عباره عن وصف، عباره عن وصف. فانا بكون انتقلت من الدراسه الاوبزرفيشنال، الدراسه اللي هي الاستكشافيه، للدراسه الوصفيه. بلشت اوصف في النسب المئويه وفي التكرارات ما وجدت من معلومات في ايش؟ الدراسه الاوبزرفيشنال او الدراسه الاستكشافيه. بالتالي صار عند النمط تبع الدراسه هذا اسمه دراسه وصفيه. طب الوصف وصفته بناء على ايش؟ بناء على بليس،
والله وجدت انه معظمهم سكان مناطق شرقيه، ها اي بناء على بليس، والله وجدت بناء على طائم وجدت انه معظم الاصابات تم تشخيصها بعد الحرب في شهر، ها اي بناء على طائم، بناء على بيرسونال فيريبل، والله وجدت انه 60% منهم في ميل و40% ميل، هي صنفت بناء على الجندر. فاصبح الوصف هذا اللي انا قاعد اوصفه سميت هالدراسات دراسات وصفيه، وطبعا هي بتكون اكثر طبعا سعه تماما وبشكل اوسع من الدراسات الاوبزرفيشن اللي حكينا عنها، سمول سكيل وصغيره وفتره زمنيه قليله. تمام يا احبابي؟ طيب في سؤال دائما بنسال، uses of descriptive studies، ايش استخدامات واستعمالات وفوائد الدراسات الوصفيه؟ اكيد حنجاوب على اللي هو ايش السؤال هذا، ايش فايده الدراسات الوصفيه. الدراسات الوصفيه دي كان بيضن fairly quickly and easy، من اهم مميزاتها واستخداماتها انه بيتم اجراها بسرعه وبسهوله. يعني انا لو بدي معلومات تمام بشكل سريع، مجرد ما انا وزعت الاستبانه بحل نتائج الاستبانه، يعني مجرد ما وزعت الاستبانه على المرضى على الاطباء الاستشاريين على الناس ذوي العلاقه وجاوبوا بحل نتائج الاستبانه تمام، فبوصل لمين؟ لنتائج الدراسه الوصفيه، يعني سريعه وسهله. وش كمان بناء عليها صناع القرار اللو بلينرز ان ادمنستريتور تو الوكيت ريسورسز، بناء على صناع القرار تمام في التخطيط بيتخذوا قراراتهم وبيقوموا في التوزيع وبشوفوا ايش الناقص بيكملوه وبشوفوا ايش اللي مش موجود بيجيبوه. زي ما حكيت لكم لما احنا عرفنا والله العظيم انه معظمهم سكان مثلا مناطق شرقيه، معناته انا ممكن اطلب مستشفى للسرطان في المناطق الشرقيه. طب صناع القرار في وزاره الصحه بناء على ايش طلبوا نحط عياده او مستشفى للسرطان في المناطق الشرقيه؟ بناء على نتائج الدراسه الديسكربتيف، وجدت انه معظم مرضى السرطان يندرجوا او يعيشون في مناطق شرق غزه، بالتالي صعب عليهم يوصلوا للمستشفيات في الغرب مثلا. تمام؟ تمام. ايش كمان؟ بروفايد ذا فيرست امبورتنت كلوز. الميزه الحلوه فيها انه بتقدم الادله الاوليه والمهمه حول المحددات المحتمله او العوامل الاخططار او الفرضيات. تمام؟ تديني الفرضيات الاولى. الان عشان اثبت الفرضيات هذه بنعمل احنا الدراسات التجريبيه زي ما حكيت قبل قليل. الدراسات التجريبيه حنعرف ان شاء الله ايش تصميمها وما هي في المحاضره القادمه. تمام يا حبايبي؟ الدراسه الوصفيه دراسه كثير جميله، دراسه سريعه، بتديني بيانات بشكل سهل سريع، سريعه النتائج، النتائج هذه بستند عليها صناع القرار، وبتديني كمان ادله وفرضيات للناس بدها تعمل دراسات ارقى واقوى اللي هي الاكسبيرمنتال ديزاين. طيب ديسكربتيف ديزاين لها ثلاث انواع. النوع الاول اسمه كيس ريبورت ستادي، كيس ريبورت اند كيس سيريز ستادي. النوع الديزاين الثاني اسمه ايكولوجيكال ستاديز. الديزاين الثالث اسمه كروس سكشنال ستاديز. سنتحدث عن كل ديزاين الى وحده. دراسات النوع الاول كيس ريبورت. الكيس ريبورت يا حبايبي هي دراسات متابعه ملف حاله مرضيه او عده حالات مرضيه. ايش يعني مختصرها؟ يعني بجيب ملف مريض، متابعه ملف مريض عبر فتره زمنيه من حيث مثلا جرعات العلاج، تطور المرض، تحسن حالته، سرعه استجابته، المضاعفات اللي ظهرت عليه. بعد هيك النتائج بلخصها انا وبعرضها. اصبح الكيس ريبورت كيرفول detailed report by one or more clinics تمام of the profile of single patient. بمسك ملف مريض واحد وبتابعه زي ما حكيت. طب الكيس سيريز عباره عن ملفات لعده مرضى بتابعهم مع الزمن وبسجل ملاحظاتي. ملاحظات اللي حتخرج هذه النتائج علم، بترتب عليها ايش؟ ايش بترتب عليها؟ قرارات، بترتب عليها تدخلات معينه، بترتب عليها ادي علاج هذا وما اديش العلاج هذا، بترتب علي اختار الافضل بين البدائل في العلاج. فهذا عادة دراسات بيجريها الأطباء في المستشفيات. تمام؟ تمام يا حبايبي؟ تمام. الإيكولوجيكال ستاديز اللي هي الدراسات البيئية، أو قبل ما أتكلم في الدراسات البيئية بدي أتكلم في خصائص كاركترستكس أوف كيس ريبورتس أند كيس سيريز ستاديز. إيش أهم خصائص اللي هو دراسات اللي هو الملف أو متابعة الملف أو دراسات اللي هو متابعة أكثر من ملف؟ الجميل انها important link between clinical medication medicine and epidemiology، انها بتربط بين الطب السريري وعلم الاوبئه. لما بيجي الطبيب
بيعطي الطبيب بيعمل الدراسه، بتابع ملف مريض، اعطاء العلاج الفلاني ظهرت عليه الاعراض الفلانيه، بسجل. تمام، غير العلاج خفض الاعراض، بسجل. تمام، ادى العلاج الفلاني دخل المريض في كوما، لا معناته العلاج الفلاني مش لازم نعطيه. فاصبح تربط لي ما بين العلاج اللي في المستشفى وموضوع اللي هو ايش؟ المرض. الاوت بريك تبعه انتشر ولا قل؟ اتحسن المريض ولا ما تحسنش؟ تمام؟ ون اوف ذا فيرست ستيب ان اوت بريك انفستيجيشن. وبرضه مهمه لانه بتعطيني اللي هو انطباع، يعني الدراسات الايكولوجيكال برضو، اسف، دراسات الكيس ريبورت برضو مهمه توقف لي انتشار مين؟ المرض. يعني من الدراسات الاولى اللي بتعمل على مكافحه اللي هو انتشار المرض من خلال انه انا الحاله او مجموعه الملفات او الحالات الملاحظات اللي وجدت عليهم بقدر اعممها، بالتالي يتم اتخاذ عليها ايش؟ قرارات. تمام؟ طيب، وغالبا ما تكون يعني often useful for hypothesis، يعني غالبا ما بيكون هذا النوع من الدراسات مفيد جدا في تكوين الفرضيات وفحص الامراض الجديده، ولكن بقدرش انا اتوصل لاستنتاجات حول مسببات المرض او المسببات التي ادت الى نشوء هذا المرض. فهي دراسه يعني عفوا عقد حالها موجوده في المستشفى، يمكن تشوفوا اذا بيحضر مؤتمرات، حدا فيكم بيحضر مؤتمرات الاطباء بتلاقيهم بيعرضوا كيس ريبورت، حاله معينه مرضيه دخلت المستشفى في اليوم الفلاني، كانت بتشكم الاعراض الفلانيه، تم اعطائها في الادمنستريشن، تم اعطائها العلاج الفلاني، وجدنا الاعراض الفلانيه، تم استبداله بالعلاج الفلاني، وجدنا الاعراض الفلانيه، بعد ذلك حصل معها كذا، حصل معها ايش تاريخ الحاله او سير المتابعه، متابعه استجابه الحاله للمرض من تحسن او انتكاسه، بيتم استعراضه في الدراسه هذه، بحيث ان الدراسه هذه تكون كمثال او دليل لاطباء اخرين، بحيث انهم يمشوا بنفس اللي هو خطه العلاج اللي مشت فيها الدراسه هذه. فالكيس ريبورت مهمه في المستشفيات. تمام يا حبايبي. النوع الثاني ايكولوجيكال ستاديز او الدراسات البيئيه. الدراسات البيئيه حبايبي كل اختصار بسيط، بتم فيها مقارنه معدلات حصول او تكرارات مرض معين ما بين مجموعتين في نفس الفتره الزمنيه، او بين مجموعه واحده على عده فترات زمنيه مختلفه. حدا حيقول لي ايش قصدك يعني؟ كيف؟ مثلا بدي اقارن انا معدلات التدخين في فلسطين في عهد الاحتلال الصهيوني مع معدلاته في عهد اللي هو السلطه الفلسطينيه. لاحظوا زمنين مختلفين، قاعد انا بقارن ايش؟ معدل حصول او معدل انتشار اللي هو التدخين. اللي انا بستهدف معدل انتشار التدخين على زمنين مختلفين. مقارنه مثلا نسب الملوحه في مياه الابار بين محافظات قطاع غزه. لاحظوا في نفس الزمن لكن في مكانين مختلفين. يعني ابار خان يونس مع ابار رفح. الملوحة. مقارنة معدلات الإصابة بالسرطان بين محافظة الشمال ومحافظة رفح. لاحظوا بقارن المرض في نفس المدة الزمنية لكن في مكانين مختلفين، أو في زمنين مختلفين، في زمنين مختلفين مع نفس اللي هو. تمام؟ طيب، أصبح مقارنة معدلات حصول أو تكرارات مرض معين ما بين مجموعتين في نفس الفترة الزمنية، أو بين مجموعة واحدة على عدة فترات زمنية. طيب characteristics of ecological studies، إيش أهم خصائص الدراسات الإيكولوجيكال؟ الدراسات الإيكولوجيكال يا حبايبي من أهم خصائصها إنها سريعة وسهلة التنفيذ، ويمكن إجراها باستخدام المعلومات المتاحة، quick and easy. ليش؟ لأنه اثنين، الدراسات البيئية تشير since ecological studies refer to whole population، تشير لمين؟ مجموعات سكانية كاملة وليس إلى أفراد. عشان هيك مش ممكن إن أنا أربط ما بين التعرض للمرض مع عوامل اختطار أو مسببات لشخص معين بعينه. ليش؟ أنا دراسات نظر عامة، دراسات نظر عامة، وجدت أنا معدل التدخين في كان أيام الاحتلال بشكل أعلى، أروح أقول والله العظيم معدل التدخين أيام الاحتلال كان بشكل أعلى. تمام، لأنه الناس مثلا كان دخلها مثلا اعلى، او لانه وجدت 10 من الاشخاص المشاركين في الدراسه كان دخلهم مرتفع اكثر، او لانه 10 من الاشخاص المشاركين في الدراسه كانوا ما عندهمش وعي كافي عن التدخين. ما بقدرش، دائما هذه الدراسات نظر عامه. لاحظوا حضراتكم الدراسات الوصفيه لحتى الان كل الدراسات الوصفيه كلها دراسات نظره عامه، لكن تشتغل على عدد كبير من البوبوليشن او من المجتمع. تمام؟ طيب، قبل التطرق لشرح النوع الثالث من الدراسات الوصفية،
اللي هو الدراسات المقطعية اللي احنا بنسميها كروس سيكشنال ستاديز، بدنا نتعرف على مفهوم مهم او مفهومين مهمين، مفهوم الاكسبوجر ومفهوم الاوتكم. اكسبوجر بمعنى يعني المسبب الذي تعرض له الشخص او المجتمع الدراسه او عينه الدراسه، او المؤثر الذي تعرضت له او تعرض له مجتمع الدراسه، المسبب الذي تعرض له مجتمع الدراسه او عينه الدراسه او المؤثر. الاوتكم الخلل الذي نتج من تعرض المجتمع للدراسه، الخلل الذي نتج او الظاهره التي نتجت او المرض الذي نتج هذا الاوتكم. قالت العرب قديما وفي المثال يتضح المقال. لو انا عندي مجتمع معين استخدم البوليشن كان سموكينج، فايش الاكسبوجر اللي تعرض له؟ يعني ايش المسبب او الخلل اللي تعرض له او ايش المؤثر اللي هو التدخين؟ ايش الاوتكم حيكون عندي؟ كارديوفاسكولار ديزيز، ضغط، امراض اوعيه دمويه. فالاوتكم يعني اصبح الكارديوفاسكولار ديزيز هي كانت اوتكم ناتج من الاكسبوجر. يعني الاستخدم البوليشن لما كانوا بدخنوا صار عند جزء منهم كبير كارديوفاسكولار ديزيز. نيجي مثال ثاني، عند اطفال او كبار سن، كبار السن هذول عندهم نقص في فيتامين اي، اصبح الاكسبوجر اللي عندهم تمام او المؤثر نقص فيتامين اي، ايش الاوتكم عندهم؟ صار كوروني هارت ديزيز. مثال ثالث، لو انا عندي اطفال مدارس عندهم انتستينال بارازايت، الاكسبوجر انتستينال بارازايت طفيليات معويه، ايش الاوتكم؟ اكيد حصير عندهم انيميا او عند جزء كبير منهم انيميا. تمام يا احباب، عرفنا الان ايش مقصود في مصطلح الاكسبوجر والاوتكم. الاكسبوجر هو المسبب الذي نتعرض له او يتعرض له مجتمع او عينه الدراسه او المؤثر، تمام. الاوتكم هو الخلل الناتج عن هذا المسبب او الخلل الناتج عن هذا المؤثر، سواء كان مرض او كانت ظاهره سلبيه او كانت مشكله معينه. تمام. طيب The Cross Sectional Studies وهي من اشهر الدراسات الوصفيه، هي الدراسات المقطعيه. طيب الدراسات المقطعية اللي هي النوع الثالث من الدراسات الوصفية حنتكلم عنها. الكروس سكشنال بسموها بين قوسين البريفالانس ستادي، عشان هيك لما تشوفوا اي عنوان دراسة مكتوب فيه بريفالانس حتعرف انه هذا دراسة ديسكريبتيف كروس سكشنال ستادي، لما تعلمنا مع بعض كيف ننتقد العناوين. الكروس سكشنال او بريفالانس ستادي بروفايدز انفورميشن كونسيرنينج ذا سيتويشن ات جيفن تايم. طيب ايش كمان؟ نكمل. In this type of study, the status of an individual with respect to the presence of or absence of both exposure and disease is assessed at the same point in time. الدراسات الوصفية هذه، الدراسات اللي هي الكروس سكشن الوصفية، هذه دراسة بنقيس فيها كل من الاكسبوجر والاوتكم at the same point of time، في نفس اللحظة. at the same point of time. في واحد بيقول لي معلش أنا مش فاهم يعني، وضح لي. هقول له بسيطة، وفي المثال يتضح المقام. لو أنا في عندي دراسة، خليني أنتقل للسلايد اللي بعديها بعدين أرجع. لو أنا في عندي دراسة، الدراسة هذه الغرض منها انه انا اقيس معدل الانيميا او معرفه سبب حصول الانيميا عند الاطفال المدارس، تمام. شاكك انا بشكل كبير في موضوع الانتستينال بارازايت، اطفال مدارس ابتدائيه منطقه زراعيه، معناته في عندهم اللي هو شجر، عندهم حدائق ممكن تنتقلهم انتستينال بارازايت. طيب فايش بدي اسوي؟ بدي اعمل دراسه ديزاين تبع كروس سكشن، دراسه مقطعيه. ايش حسوي؟ هروح اجيب مثلا 100 طفل بشكل عشوائي. هاي عندي اللي هو الديزاين او السكيم المخطط تبع كروس سكشن. هذا استدي بابوليشن، اخذت سامبل منه 100 طفل بشكل عشوائي. ال 100 طفل هدول في نفس الوقت اللي جبتهم رحت فحصت فحص ستول لهم. لقيت 60 منهم عندهم انتستينال بارازايت. تمام؟ ال 60 اللي عندهم انتستينال بارازايت لقيت 40 منهم عندهم انيميا، 40 و20 منهم ما عندهمش انيميا. طيب اشوف ال 60 هذول الشق الثاني ما عندهمش انتستينال بارازايت، اكيد كم حيكونوا؟ 40. لقيت 40 منهم ما عندهمش انتستينال بارازايت،
طب ال 40 ما عندهم مش انتستامال بارازايت، هل شرط انه ما عندهمش انتستامال بارازايت انه ما يكونش عنده انيميا؟ لا، ممكن واحد ما يكونش عنده انتستامال بارازايت وعنده انيميا، سبب الانيميا سبب اخر مش انتستامال بارازايت. لقيت 20 عندهم انيميا من ال 40 شخص اللي عندهم مش انتستامال بارازايت، ولقيت 20 ما عندهم مش انيميا. الفكره يعني ان انا جبت 100 طفل في نفس الوقت، من ال 100 طفل هذول رحت اخذت سحبت منهم، اخذت منهم عينه ستول، عملت ستول اناليسيز، دورت على الانتستينال بارازايت الطفيليات المعويه من الستول، وفي نفس الوقت سحبت عين الدم قست مين الهيموجلوبين عشان اعرف الانيميا عندهم. اذا الهيموجلوبين تبعهم منخفض اكيد عندهم انيميا. لاحظوا ال 100 طفل اخذت منهم اللي هو الاكسبوجر الانتستينال بارازايت اللي هو المسبب، وفي نفس الوقت اخذت منهم عينة الدم اللي هو الاوت كم اللي هو الديزيز. يعني اصبح برجع بقول انه at the same moment of time we can measure the exposure and outcome. في نفس الوقت في نفس اللحظة في نفس الفترة الزمنية، مش في نفس اللحظة يعني نفس الساعة، ممكن خلال نفس الشهر، يعني خلال الفترة الزمنية القصيرة الاكسبوجر والاوت كم قستهم في نفس الوقت. لتستر البرازايت رحت تحت المجهر طلعت شفت مين عنده انيميا وفرزتهم، مين عنده انيميا ومين ما عندهش انيميا. نفس الوقت سحبت عينة الدم رحت على السبكتروفوتوميتر باستخدام الدرابكن، رحت قست اللي هو الدرابكن يعني اللي هو المحلول الدرابكن، رحت قست الهيموجلوبين، عرفت مين عندهم انيميا ما عندهمش انيميا. فلاحظوا الفكره هنا يا حبايبي انه الاكسبوجر والاوتكم في نفس الوقت قستهم. طب ايش بستفيد من الكروس سكشنال؟ ايش المعلومه اللي بتعطيني اياها الكروس سكشنال استاد؟ بتعطيني الانسيدنت امونج اكسبوز، قديش معدل شيوع اللي هو الانيميا عند الناس او الاطفال اللي عندهم انتستينال بارازايت. لقينا مرتين لكن معدل شيوع الانيميا واحد، يعني اصبح عند الناس الاطفال اللي عندهم انتستينال بارازايت كانوا معدل شيوع الانيميا ضعف معدل شيوعها عند الاطفال اللي ما عندهمش انتستينال بارازايت. معناته انا بشوف انه والله العظيم انه الانتستينال بارازايت هي المسبب الرئيسي للانيميا. طب هل ممكن يكون في مسببات اخرى احنا مش شايفها؟ اه، لكن كونه الانسيدنس عند الاكسبوزد among exposed 2 مقابل 1 الانسيدنس عند among non exposed، معناته هذا indication او مؤشر انه الانيميا ممكن تكون مسؤوله بشكل كبير، او غالب الظن غالب الظن غالب الظن او the likelihood يعني احتماليه، زي ما بقول the likelihood يعني احتماليه تمام انه تكون الانتستينال بارازايت هي سبب الانيميا اعلى بمرتين، يعني احتمال مرتين اعلى من انه ما تكونش سبب اللي هو الانيميا. ايش اللي عرفني؟ انه لما حسبت الانسيدنس، الانسيدنس طبعا اللي هو كيف حسبتها الانسيدنس امانج اكسبوز، ان انا بقسم الناس الديزيز اللي عندهم انيميا على الناس اللي ما انيميا. وصلت الفكره حضراتكم؟ فلقيتها 2 في مقابل الانسيدنس امانج نان اكسبوز، بقسم الناس اللي عندها انيميا يعني الناس الاكسبوز للمرض على الناس اللي ما عندهاش انيميا. طبعا بتكلم عن مين عند النان اكسبوز، موجودة قدام بطريقة الحسبة سهلة جدا. تمام يا حبايبي؟ تمام، نرجع للسلايدات اللي قبل. طيب، فأصبح لو أنا بدي أفحص العلاقة ما بين الانتستينال بارازايت والأنيميا، فأكيد اللي هو الدراسة الكروس سكشنال هي الأمثل، لأن الانتستينال بارازايت والأنيميا بقدر أنا بنفس الوقت أفحصهم. طب لو بدي أفحص العلاقة ما بين البكتيريميا والدياريا، جبت الأطفال أو جبت ستات أطفال عندهم دياريا، أخذت العينة فشخصت مين معه دياريا مين معهوش دياريا، تمام، روحت دورت على البكتيريميا سحبت عين الدم ودورت على البكتيريا في الدم في نفس الوقت كله. لاحظوا حضراتكم الشرط الأساس at the same point in time. طب إيش أهم features اللي هو أو معالم الكروس سكشنال ستاديز؟ قال الكروس سكشنال ستاديز تشمل عادة usually involve collection of new data، تشمل عادة جمع بيانات جديدة. وإيش كمان؟ ان جنرال بشكل عام بتقيس البريفالانس وليس الانسيدنس بشكل رئيسي، بتقيس معدل الشيوع، تمام، بتقيس معدل الشيوع للمرض. طب رب سائل يسأل ما الفرق بين البريفالانس والانسيدنس؟ الان ان شاء الله هشرح لكم الفرق بين البريفالانس والانسيدنس. وش كمان؟ not good for studying rare disease، مش مفيده كثير عشان تقيس لامراض نادره، تمام، او امراض فترتها قصيره جدا، تمام، يعني تمام، لكن ايديال للرير اكسبوجر. تمام يا حبايبي، يعني مرض يشفى بسرعه مسافه وانا بس في الدراسه انشفوا المرضى اصبح صعبه الامور، ابدا اقيس العلاقه ما بين الرشح ومتغير معين وانا بس في الدراسه انشفوا المرضى من الرشح اصبح قصتي مش نافع.
تمام، الرير ديزيز الامراض النادره. طب بدي اجمع قديش اذا انا اخذت عينه بوبيوليشن من المستشفى من المدرسه 100؟ طب انا لو مرض نادر معدل شيوعه 1 لكل 10000، طب قديش بدي اجمع عينه عشان اقدر اجمع لي يعني سامبل عليها العين؟ اكيد صعب. فالرير ديزيز تزبطش معنا، تزبط مع الامراض زي السكر زي الضغط، الامراض المنتشره الهاي بريفالانس. تمام يا حبايبي، تمام. لاحظوا حضراتكم اللي هو الكروس سكشنال في اليوم، يعني في نفس الوقت. ان شاء الله في المحاضره القادمه هنعرف ان الكيس كنترول كيف بيجي من اليوم، وبرجع للخلف في الكوهرت برضه دراسه هنتكلم عنها في الامام ان شاء الله في المحاضره القادمه، هنعرف كيف انه بيجي من اليوم وبقدم للمستقبل. بمشي ماشي تمام حبايبي. كروس سكشنال ات ذا سيم مومنت اوف تايم، الان الاكسبوجر والاوت كم تقيسهم الان في نفس الوقت. طيب سؤال، ما الفرق بين الانسيدنس والبريفالنس؟ وهذا سؤال يعني كثير بنسال دائما. نفترض جدا انا عندي وعي، شايفين هذا مثلا حوض استحمام باني اللي بدكم اياه. هذه الماسوره بتنقط، شايفينها بتنقط، لاحظوا كاتب انسيدنس هنا. الميه الموجوده في الحوض هذه هي البريفالنس 100%. طيب الحين اضرب مثال على مرضى السكر. جميع مرضى السكر الموجودين في البلد، كل الحالات يعني المشخصه سكري قديما وحديثا الموجودة الآن بسميها البريفالانس. تمام؟ البريفالانس. في ناس مثلا سكر حامل، هذا سكر حامل، وفي ناس بضل معهم على طول، في ناس بنشفي. في سكر نوع أول، سكر نوع ثاني، هذا اسمه البريفالانس. أصبح مجموع الحالات المشخصة قديما وحديثا حتى الآن اسمه البريفالانس. طيب البريفالانس هذا، في ناس مرضى سكر بموتوا، هذا المورتاليتي، أصبح اللي بنقط من البريفالانس وبخرج من البريفالانس هذا الديث، الناس اللي بتموتوا، يعني ما يتناقص من البريفالانس بسميه المورتاليتي. وما يشفى في الجستيشن دايبيتس، الستات بتنشفي، بيجيبوا السكر في حامله وبينشفوا. ايضا الريكفري، لاحظوا هيئه بخار ماء يعني انه بيطلع الريكفري، الناس اللي بينشفوا برضه من البريفالانس، يعني البريفالانس بنقص منه الناس اللي بتنشفي وبنقص منه الناس المورتال، الناس الدث اللي بموتوا. الانسيدنس، ايش الانسيدنس؟ الانسيدنس هو الحالات المشخصه حديثا على مدار السنه، كل سنه قديش مريض مرضى سكر بنضافوا على الحوض على البريفالانس، هذا اسمه الانسيدنس. يعني اضرب لك مثال بسيط. نفترض جدلا انا عندي مجتمع ما، نفترض جدلا سكان غزه، عدد سكان غزه 2 مليون، نفترض عددهم مليون. تمام، محافظه غزه عددهم مليون وشويه. عندهم 10,000 مريض سكر مسجله في السجلات الرسميه عند وزاره الصحه، يعني مصابين قدامى وكذا. لو سالتك انا قديش البريفالانس للديابيتس في محافظه غزه، طبعا هذا الرقم مش حقيقي، هتقول لي 10,000 على مليون يعني 1 ل 100، يعني البريفالانس 1 لكل 100. هذا هو طبعا احنا عندنا تقريبا 10 البريفالانس 10% 10 ل 12، هتقول لي 1 ل 100. ايش عرفني انه عندي 100,000 مصابين تمام يا حبايبي مقابل مليون عدد سكان مجتمع، فاصبح 1 الى 100 الى 100، 100,000 على مليون 1 الى 100. طيب لو قلت لي قديش الانسيدنس، هقول حسألك انا قديش كم واحد كل سنه بيكتشف جديد مريض سكر مثلا في المدينه هذه، هتقول لي 100، اقول لك 100 للمليون، اصبح الانسيدنس 1 لكل 10,000. 100 على مليون اقسم 100 على مليون 1 ل 10,000، اصبح الانسيدنس 1 ل 10,000، في حين تمام 1 من 10,000، في حين البريفالانس 1 من 100 او 1%. وصلكم فكره حضراتكم؟ شايفين كيف الانسيدنس رقم صغير؟ ليش رقم صغير؟ لانه عدد الحالات المكتشفه جديدا، والانسيدنس هو جزء من البريفالانس، زي مثلا الديث جزء من البريفالانس، والريكفري هو مكانه البريفالانس. وشوفوا اصبح هيك التعريف، الانسيدنس نيولي دايجنوز كيسز اوف اي ديزيز ان بارتيكولار بوبيوليشن اوفر ا سبيسيفيك تايم بيريد، ضمن فتره معينه عاده بتكون اقل من سنه. Prevalence the number of people in a specific population who contracted a disease and are still living with it. ما زالوا مصابين في المرض. هل بموتوا بضل prevalence؟ لا، بموتوا بطعم prevalence. بسميه mortality rate أو mortal person. طيب يا حبايبي، في ملاحظة. الأمراض القاتلة زي السرطانات نعتبر إلها incidence، هو prevalence. الإنسيدنس تبعها هو prevalence. ليش؟ لأنه المصاب بموت خلال فترة قصيرة، بلحقش يضل يعني يكمل معي لمدة طويلة. كذلك الأمراض الموسمية المعدية زي الإنفلونزا والرشح برضه incidence، لأنه المصاب فيها بوشفى على طول، يشفى على طول.
لكن الأمراض المزمنة عادة زي السكر والضغط وأمراض القلب وكذا دائما بنعبر عنها بمصطلح مين؟ ليب بريفالانس. بنعبر عنها ليب بريفالانس إلا إذا قصدنا الحالات المشخصة حديثا ضمن فترة زمنية. أقول والله إنسيدنس أوف دايابيتس ضمن فترة شهر معين. تمام حبايبي؟ تمام. طبعا المثال هذا تو تكلمت عنه مثال كثير كويس عشان منه نعرف كيف نحسب الانسيدنس والبريفالانس. وزي ما انتم عارفين انه الانسيدنس امانج اكسبوزد حسبناها من خلال قسمه الناس. طبعا بتكلم في جزئي في مخطط او في برانش الاكسبوزد على الشمال هذا الناس المرضى على الناس المش مرضى فاعطاني 2. الانسيدنس امانج دم اكسبوزد قسمت الناس المرضى على الناس المش مرضى بيعطينا 1. فهذا يعني كأنه بقول لي أنه فرص حصول الأنيميا عند الأطفال المصابين بالطفيليات تتضاعف مرتان عن الأطفال الأصحاء يعني اللي ما عندهم مش طفيليات. يعني the probability, the chance, the likelihood of anemia among patients with intestinal parasite is 2 times more than healthy child or healthy individual. هذا طبعا أمثلة ثانية على الديزاين تبعت الديسكريبتيف ديزاين. وهذا مثال ثالث. لاحظوا كيف التايم كله في نفس الوقت. تمام يا حبايبي، اشكر لكم استماعكم. ان شاء الله نكمل معكم في المحاضره القادمه في الستدي ديزاينز او في تصاميم الدراسه.